خلص ماتش الاهلي والزمالك تعادل، ما استفدناش اي حاجه، ضيعنا ساعتين من عمرنا ومش هيرجعوا لنا تاني، الا ان احنا اكتشفنا رجل المباراه ورجل المهام الصعبه عبد الله جمعه اتعلم ركوب الامواج في الماتش ده. هو نجم المباراه، راجل بمعنى الكلمه، زحاليق عالميه عملها، خد كام هدر في الميه على وشه، خد له اصابه في رجليه، زي ما اتفقنا كان في حمام السباحه اللي كان بيلعب فيه ده، هو هيخرج حاصل على ميداليه ذهبيه في ركوب الامواج بعد الماتش. والله كتر خيرك وتعب فعلا، واجهد لاعبي الاهلي جدا، تحيه لعبد الله جمعه يا جماعه.